ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث شهريا تحت شعار التراث العالمي في الشارقة، انطلقت فعاليات أسبوع التراث التشيلي بمركز فعاليات التراث الثقافي البيت الغربي في قلب الشارقة. تحت شعار تراث العالم في الشارقة، استضاف معهد الشارقة للتراث أسبوع التراث التشيلي ليكون ضيفا ضمن برنامج أسابيع التراث العالمية الذي يفتح أبوابه أمام الجميع ليكون محطة للتراث وعنوان تواصل وتفاعل مختلف الشعوب والحضارات. أسبوع التراث التشيلي هو يعتبر أول أسبوع في سنة 2017، نفتتح به هذا العام في أمريكا الجنوبية، ثقافة جديدة، منطقة جديدة، منطقة بعيدة جدا في الحقيقة، واستجابتهم كانت كبيرة. برنامج أسبوع التراث التشيلي حافل بالفعاليات والأنشطة والبرامج التي تستحق المتابعة والتفاعل معها والاطلاع عليها، حيث سيقدم البرنامج وجبة معرفية دسمة في مختلف جوانب وعناصر التراث التشيلي، إذ سيضم عروضا موسيقية وعروض طهين، حيث سيتعرف الجمهور والزوار على تشكيلة المطبخ التشيلي من خلالها. كما سيتضمن البرنامج ندوات ومحاضرات عن مواقع التراث العالمي في تشيلي وأنشطة متنوعة أخرى على مدار الأيام الأربعة. إنها لفرصة رائعة أتيحت لدولة تشيلي ليقوم الناس بالتعرف على تراثنا. قمنا بإحضار قطع أثرية من جميع أنحاء الدولة لنظهر مختلف أنواع الفن والعمل والموسيقى. دولة تشيلي من الدول الصديقة التي لديها تراث عريق وتجربة غنية تستحق التقدير، فرصيدها في التراث كبير ومتميز ويستحق الاطلاع عليه والتعريف به، وهو يعتبر فرصة لعشاق التراث وللأصدقاء من تشيلي للتعريف بتراثهم وعناصره ومكوناته المتنوعة. تعتبر أيام التراث العالمية فرصة لنقل التراث التشيلي وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب من أجل حفظ وصون هذا التراث ونقله إلى العالم. لأخبار الدار فايزة الضنحاني.